صح فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة بروفايل على قناتكم قناة نيوميديا تي في. ضيف اليوم بدا بالرياضة ومن بعد دار المسرح ومن بعد دار التنشيط ومن بعد دار السينما ويدرى واش راح يزيد يدير من بعد. مرحبا بك هشام صباح، صحة رمضانك. سخير عليكم، اهلا وسهلا بكم الجمهور العزيز تاعي، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. صافا تري بيان الحمد لله. شوي هذه غيبة مصباح، غيبة سي نورمال. نغيبو واش راهو هشام مصباح؟ راهو مليح، راهو تري بيان، راهو طون كيلي في الابداع راهو مليح. فوالا سينو اوتر شوز، لا بتيت فامي فا بيان، الجزائر راهي بخير، وحنا الحمد لله طونك عندنا الصحة مازال شوية. نعم مازال شويه بزاف، تبارا انا مازال حاضر. مازالك صغير كومام. صغيره؟ والله غير صغير. انا دخلت في البون، كنت في الموبي، انا دخلت في البون. لا لا الحمد لله، نو دون لاغ يا با داج. كان ليكزارسيس سينيك هو لي بلوز امبورتون. سي لو بلوز امبورتون. الحمد لله سافا سا مارش. في الحصه هذه راح نهضروا على الفنان، راح نهضروا على الشخص لوم شكون هشام مصباح، ونهضروا على مشاريع هشام مصباح، واش يخمم هشام مصباح في بعض الامور. نبداو بالك من البدايه من العائله الكريمه. وي هشام صباح وليد القصبه، لاوت كاسبه. وليد كبرت في سيدي بيش، كبرت في سوسطاره سيدي بيش. مي زاد في مراديه، وليد الجولف، وين زاد قروابي، وين زاد حميدو، وين زاد سي بيزار شويه. مي وي كبرت في سيدي بيش. الاب من البرج والام من قسنطينه. بابا برايجي، برج بولاريج. Je suis fier d'être bourgien aussi. Ma mère est Qsentina, من الروتيير، من الشارع كما يقولوا. تما في رمضان كانت دير لكم الجاري. جاري بالدبشه. طون زون طون ضربنا بشوربه برايجيه. سوفونير للشيخ الله يرحمه. مي سينو فوالا كبرت في دون ان كارتي بوبولار في سيدي بيش. في سي لا لا بروميير ايكول تاعي، ليكول ليكول فيزيوال تاع العينين. صح. الحومه هي اللي المدرسه الاولى. كيما نقولوا حنايا. شوف سي با ان كليشي صح. Bien sûr que l'Houma, c'est la première école, c'est tout à fait normal. Surtout où la Sghouna. Dans tous les termes, Sghouna dans le football, dans le jiren, la communication, les bagarres, le hub, en cachette, les relations, le jiren qui est Malika ou Khalti Zaki, qui a été le Koufa, qui a été le Habila, obligé de faire le Sarf, le Koufa, qui a été le Koufa. Je suis du néo-réalisme italien, c'est carrément. La Dolce Vita. Quand je revois la Dolce Vita ou la Wallahi, je me suis dit que c'était tout en mouvement. C'est ça la première école. Et tous les gens étaient cinéphiles, imagine-toi. Le Houma, qu'il soit un petit peu wa'r ou qu'il soit carré, cinémathèque, je ne sais pas. Quand tu as fait le cinéma à ce moment-là? Après chaque diffusion de film, je te parle des années 73, 74, 75, 76. Quand on a le film de l'Hindi, les films classiques, les westerns classiques, les Alain Delon, les westerns spaghetti. Les westerns spaghetti, bien sûr. Après les films, je vois, le kbar surtout, ils sortent dans le darboz. Dans le KDX, c'était la critique sur le film, bien sûr. Et le cinémathèque, je vois, on a fait un drôle, on sort le redisé le cinémathèque. Les sahab l'Houma, ils étaient abonnés. D'où mon grand frère Hamid, Msbah. C'est lui qui était aussi ma, un petit peu mon école. C'est lui qui a carcarné de la cinémathèque. Je ne comprenais rien. Je suis cycle suédois, cycle russe. Mais avec le temps, j'ai commencé à apprendre les critiques. Je mets une action, je mets un sous-texte. Tu penses que les thaqafes qui étaient dans l'Ihya, dans les 70s, dans les 80s, c'est ce qui a créé un jeu de cinéma ou de المسرح. Obligatoirement. مثلا باش نوضح السؤال، مثلا لو كان هشام مصباح تربى في حي واحد اخر في مدينه واحده اخرى، اسكو كان كان راح يكون هو هشام مصباح اللي نعرفه؟ يقدر يكون هو ثاني ممثل وفنان، يقدر يكون، لكن النظره تاعو مختلفه. بتات كي سخا سيناريست، بتات كي سخا رياليزاتور، يكون ناقد مسرحي. وبالك كان يكمل يلعب في الكحله. ايه بابا وين رميتني؟ اه وي سي بيزار كو الكحله، لعبت في الكحله. لعبت في الكحله تاع الحراش، بديت كفوتبولور كي كنت صغير. بيان سور لعبت اون كادي جونيور دو زاني. واش من البوست؟ سينيور بو افون سونتر. في الجزائريين كاع يحبوا يلعبوا عاد 9 ولا 10. بورتون كاباري صغير انا شويه، مي تعرف شنو هي؟ سيتي ندير كيما بابا.
خاطش لازم نقولوا بالك للمشاهدين عائله مصباح مقسمه على زوج يا رياضيين يا فنانين ما كاش ما كان لا تجار لا كاين رياضيين وكاين فنانين فنانين فونكسيونير وي شير كان برج باريج في الكابا اللي كابتن ديكيب دو ليكيب دو كابا برج باريج زاني 53 54 احنا كي كبرنا شويه يا ثاني صفرا وكحلة شكون الكابا الكابا صفرا وكحلة والكحلة كحلة ودي فوا كنا نلعبوا فيها صفر دي فوا صفر دي فوا دي فوا ابيض اي على ليبوك كي كبرنا شويه صحاب الشيخ الله يرحمه كي نتلاقاو يقول لك عباك فوفو يعيطوا له فوفو فوفو لو فو اريا سونترال ميليتاريا سونترال يقول لي اسباك بلي باباك ميليتي فو لا في ان غوش تري بويسون مي الوغ هذيك الشحنه تاعنا ثاني نسيي الشيخ نوزا فورسي ان تي بو وبديت نونتريني نروح الكحله في الحومه في الحراش كيفاش وليد سوسطاره يدخل في الكحله دوك نفهم انا هذه اللي فهمت انا وليد سوسطاره طبيعيا ناتورالمون يروح لوسما لوسما ولا مولوديا بلوس لوسما كي المولوديا وكي نقول لك انا مالا زياد سوسطاره وكابر ونسي بورتي سي ار بي مالا كي زياد سوسطاره لعبت في الكحله ونسي بورتي سي ار بي سي ار بي سي الكرون شباب انا سي مون كور سي ما في لي زاني 80 خرجنا من سوسطاره من سيدي بيش مشينا لبرج كيفان لوجون فوكسون تاع الشيخ عطاو له الحمد لله يا ربي ان بتي لوجمون رحنا سكننا في دوكا اللي راهي سوريكال كانت برج كيفان بحر وكذا رحنا سكننا لتم لو كوليج لو بلو بروج سيتي في سا ميزون عبان رمضان ولي ليسي لو بلو بروج سيتي عبان رمضان دوكو وليت حراشي يا في فيرتي باسكو جي ديكوفير لا فيل لا بتيت كومون لا بتيت فيل دو بيلفور تما اللي تعلمت حاجه اخرى في بيلفور لا ريف غوش يا حراج دحمان و رجلا رجلا مي دون لو بون سونس ايز ايتي اكويون وحنا اللي لينا بكري الحراج اتونسيون واعرين راك سيتي توتالمون فو دو فري زارتيست يحبوا الفوتبول بزاف كنا نطلعوا نشوفوا الحراج كونت سي ار بي لي زاني 80 برومي نوفمبر برومي نوفمبر نقعدوا مع بعض سي ار بي والحراج تشوف مزمز تشوف جفجاف تشوف الحسن حيرابي ياهي نقازي شي بات المساني سيتي اون دوزيام ايكول اون دوزيام ايكول لا ريف غوش الانسان يتربى وياخذ من كل حاجه بيان سور اي دو لا الكونتاكت تاع نولي حراشي ولعبت في الكحله رحت ديسبيتمون بيان في ستاد نوفمبر شحال كان في عمرك شحال كان في عمره هشام صباح هذاك الوقت كي بديت في الكحله ابيبخي اون كادي تو 11 12 ان بو بلوس 14 15 من بعد كملت من بعد الليسي ومن بعد تلعب بون جونيور ما ندمت قلت بالك لو كان كملت كارير تاع فوتبولور نو لا لا جيتي با اكسيلون كنت جيتي با جيتي ان تي بو كيفاش نقولوا كيفاش قال لي لونترينور تاعي الله يرحمه العيداني مسيو العيداني الله يرحمه كان يقول لي تي برويون باسكو نحب ندير كلش او ميم طون ما نحكمش بلاصه جو في تو فيغ او ميم طون الوغ سي فور دون الفوتبول لازم تخدم خدمتك بيان كوم يفو صح انت قلت لا في الدنيا هذه تدي من كل شيء حاجه يعني تراكم التجارب كما نقولوا واش ديت من لا كونطابيليتي باسكو لازم نقولوا ثاني باللي مصباح هشام مصباح قرا المحاسبه وعندي سي ام تي سي ام كونطابيليتي ما كملناش بصح واش ديت من ياسين خويا وانا للزوج عرفت تجيري لا بالونس ماليا لا كارير تاعك كي درت ما عرفتش والله ما عرفت ما عرفتش باسكو الفن طغى ديبو دو بيلون ديبو دو بيلون ديبو دو بيلون فينونسي مي با ديبو دو بيلون ارتستيك كرياسيون كرياتيف مي زوج بالدراهم ماشي دراهم سي با لارجون كي في لار صح في الفن يا با دارجون على بالك ما كاش اللي ما فهمش اللي فهم باللي الفن فيه دراهم مسكين يسيقور غالط في كل المجالات دون نو الفن لي بوفر تري تري بوفر اون ارجون الي فور اون ريلاسيون ما يعيش ناسو ما يعيش ناسو بصح ولا حبك وحبيتو ما يكذبش هو انت ما تكذبش انا في دي لوسون في التياتر بكري فلينا دي سي في المعهد الفنون الدرامية تاع برج كيفان لي بروميير لوسون تاع ستانيسلافسكي يقول لك يفو كونيتر لا سين وحنا ما فهمناش مع الشيخه تاعنا يفو افوار اون غولاسيون مع لا سين مع الخشبه وي ال بارل تهضروا معاها تهضر معاكم ما فهمناش مي افيك لو طون ابخي حاجه نظريه حتى تكتشفها ايه لي باسكو لي جينيروز الخشبه وشنو كي سا فو دير جينيروز لازم انت تكون
ماشي سيريو، تكون ما تكذبش في الشعور تاعك، ما ديش الفيلم باش يشوفوك الجيران بارك ولا تشوفك جارتك، نو ماشي هذا هو. بالك هذا هو الفرق ما بين تمثل وتعيش التمثيل، تعيش صح. ايكوت اي باش نكونوا صراحه 100% الفن ستين تكنيكا، اسمها سي تقني، معليش في الميثولوجي غريك تو فوقت لي غريك سيتي لارتيست لابلي هيبوكريت، هيبوكريتوس هيبوكريت جو لو جو تي اوبليجي تبكي انت، انا اللي نبكي انا من جوج شخصيه واحده اخرى تكنيكمون 1 بلس 1 ايكال 2، قال باش نلحق نبكي هذا لازم نجوز على هذه وندير هذه باش نلحق له هذه، ماشي اوبليغاتوار تقول والله غير البارح عباك بلي خسرنا 100 مليون البارح سي با فري، ما كاش منها، لازم تجي بالعقل وتجي كومون فيغ كو فيغ كومون فيغ دون كيل بيت لو فيغ، تروح تجبد ليموسيون هذيك، تجبد ليموسيون بصح ما تجبدهاش او برومي دوغري، لازم تجوزوا على مراحل باش عنصر التشويق يكون حاضر في التمثيل ولا نزربعوا باك النص، وهذه المدرسه الجديده في الجزائر اللي تدور. طيب قبل ما نسيت السؤال مش قلت لي كنا نهضروا على المحاسبه، المحاسبه لا كونطابيتي، واش خدا هشام مصباح مادام خدا من كل حاجه، خدا من حومه، خدا من السبور، خدا من العائله، المحاسبه واش خدا منها؟ المحاسبه خديت منها لا ريغور، المحاسبه خديت منها الانضباط، الانضباط لا ريغور والخوف من لافونير، الخوف الخوف تسمى سيت ان سيكتور تيلمون تري ريغورو امبورطون، سيت ان سيونس اكزاكت، سيت ان سيونس اكزاكت فوالا، وانا ما يبوزاني دقيقه وانا ما تزوجتش معاه هذا باسكو شافني هذا العند دقيق جاتني با اكزاكت الممثل، انا كنت نحوس على حاجه اخرى وما على باليش مازال الفن ما على باليش، خلاص نلحقوا ليها هذه الحاجه الاخرى، بصح قبل ما نلحقوا ليها نشوفوا السيره الذاتيه لا بيوغرافي تاع هشام مصباح، واش دار من اداء فني في حياته، نشوفوا هذا التقرير تاع الزميله ونعاودوا نولوا للنقاش مع ضيفنا. هشام مصباح ممثل جزائري خريج المعهد العالي للفنون الدراميه، بدا مشوار التمثيل في سن صغير، شارك في اعمال مسرحيه وتلفزيونيه وسينمائيه مثل مسرحيه هبلات امازيغيه وفيلم عائلك الناس. انا جاي ندير كلش نخدم كلش بلومبي وسلسله عماره الحاج الاخضر. دار رجليكم دايرين والو شيخ، واش بيك تقول له صباطي ما صباطي واش انسى كما شارك في الفيلم المغربي الاندلس الحبيبه. يعني واش كاميو جزائر كاميو المغاربي وخلاص كيف كيف نو سي توا لو نوفو طارق بن زياد، وعنده اعمال فنيه اخرى اثبت فيها هشام حبه للتمثيل والفن وفاء لهذا المجال. شفنا السيره الذاتيه لا بيوغرافي تاع هشام مصباح، انا حبيت نسقسيك هشام مصباح دوك انت عندك ربما بديت في 91 عندك 27 سنه وانت في هذا الميدان، خلينا من المعهد الدرامي الى اخره، لكن في المشوار تاعك ندمت على حاجه درتها مثلا عامل فني اداء بعد قلت كان غير ما درتهاش بكل صراحه وشفافيه؟ بيان سور سي سور سي سور سي سور، ما نقدرش نقول لك واش من العمل باسكو ما نشفاش، لا لا ولا حاجه ندمت عليها تشفى عليها حاجه ندمت قلت لو كان غير هذه ما درتهاش في المسلسل على باليش. كاينين 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 صح، نعاود نطرح عليك سؤال يشبه له بصح في الاتجاه المعاكس، هل هشام مصباح كان حاب يدير حاجه في المشوار تاعو وما قدرش يديرها لسبب او لاخر؟ وي التكوين، مدرسة التكوين فهمنا فيها هذه، انت كنت حاب تخلق مدرسة التكوين ولا انت كنت حاب تتكون ولا انت كنت حاب تجوز على مدرسة؟ لا التكوين مازالني في التكوين، انا خرج المعهد التكوين وراني في الخارج راني دائما في التكوين دائما، لانه كاين مسرحيات بزاف وكاين مدارس اخرى مختلفة بزاف اللي تعملوا كسوسوا في لاكوميدا دي لارتي ولا في الكلاسيسيزم ولا راك راني في التكوين الحمد لله. لكن هنا في بلادي
النقص الرهيب على بالك لو مونك دو كولتور دو كولتور. انا ما نقدرش نتقبل له على بالك الفن ما هو ملك حتى واحده. الفن سي الي ابستري تسمى الي بوس كي فو يحب يدي يخير لي يخير لي يحبه. ماشي قال انا لازم نكون فنان بسيف ولا هذا هو الفنان هذا نو. يجي من الزنقه اماتور تو الموند اكسي الفن. يقولوا الفن هو اللي يخير ماشي انت اللي تخيره. بيان سور هو اللي يخير بصح ولا زعجته ولا هكذا يرميك تولي يقول لك شحال صامت باسكو ما عرفتش تتعامل معاه. دوكو هذا سان كونستا كي اكزيست في كل ميادين لكن في الميدان الفن رهيب. غادي تقول لي لا فورماسيون التكوين انت قلت كاين حاجه هي التكوين كنت حاب مدرسه التكوين فهمني فيها. تو سامبلومون اي تو سامبلومون كيما اكزيست في فرنسا في تونس في المغرب لي كور. قال لي كور مصباح عندي خويا ياسين ما تنساش اللي هو خرج عنده خرج معهد العلوم خوك كبير خويا ياسين كبير اللي هو ثاني سوربون داير ديزيتو سوبيري اوسي في لا سوربون. خممنا واحد الوقت ابري لي فوليبر بير ابري تو لو كورسوس تاعنا بوكوا با فير لي كور مصباح كي سون دون ان لوكال نيمبورت كيل محل. يعني باش نلخص للمشاهد كانت عندك ربما نيه انك تخلق مدرسه تكوين. نعم ماشي مدرسه يعني كبيره اكاديميه على على مستواكم دروس ارتجال مسرحي كيما لي كور فلورون كوم لي كور فلورون بالمستوى تاعنا بالامكانيات تاعنا في محل صغير في العاصمه في ديدوش مغراد. مازال المشروع حاطوه هنا من اللور وقال كاش نهار نديرو ولا ما كاش المشروع نموتو غدوه وخلاص علاش مال توجور اون ريزون. ماك حاط هذا البروجي هذايا في ذهنك وراك تقول كاش نهار كي تتوفر الشروط. مي بيان سور اي تو فاغون سيرفيس اون جينيراسيون كومبليت باسكو من 77 سنه مر العمل تاعك تجي تتوجه وين؟ محل تاع الارتجال المسرحي باش ديكومبريسي ديجا. حنا تدخل عندنا دي زيكزيرسيس دابروفيزاسيون تياترال كسو سوا قال نلعبوا سيتياسيون تاع سرقه سيتياسيون تاع محاكمه تاع حب تاع كذا اي شاكان اكسبريم اللي عنده دون اللي يحب يحكي حكايه اطلع حكي ورانا هنا نتبادلوا. هذه هي لي كور هذوما سي با سورسيي. تو الموند اي كوميديان تو الموند اي اكتور دون سا في. الدنيا مسرح مسرح كبير الدنيا مسرح كبير شاكان بي سو جوي سون رول كل واحد يلعب الدور تاعو. غناها كامل مسعودي دنيا مسرحيه والله قلتها هكذا. ايه هذاك مدرسه هذاك مدرسه الله يرحمه الله يرحمه هذاك مدرسه ثاني. طيب باش نكملوا في المشوار تاع هشام مصباح مور ما كملت المعهد الدراما تاع برج كيفان. معهد برج كيفان اللي دخلته في 86 87 حتى ل 91 توجهت للمسرح الوطني تاعنا وكانت خيبه امل. احكي لي على انتم كنتم متحمسين كنتم في ثلاثه متحمسين حماس الشباب وحابين تديروا وتطلعوا ونبنوا الى اخره رحتوا دقدقتوا على تيانا. كان دفعه كامله واش بيك دفعات واحد 12 ولا بين ممثلات وممثلين ياسين مصباح تباب بن داود انا حميد شعبوني من احسن الممثلين في الجزائر اللي غاب بوضياف صحابنا الكل نافي 22 23 زون ايه تخرجنا مشبعين بالتكوين تاعنا مشبعين بشيكسبير بموليير بتشيخوف بالكلاسيك بالاكاديمي بكلش. بيان سور الهدف تاعنا احنا سي كي دير تكوين مسرحي وين تروح انت تروح للمارشي تروح للمسرح. وكنا متيقنين باللي والاساتذه تلحقوا بك تلقاو طابيروش. نو مي جو بونس كافي دي كونفونسيون مام. انتم حسابكم تلحقوا ايه تلقاو الابواب مفتوحه طبعا السمانه الجايه تبدا طبعا سي ريلاسيون ناتورال باسكو الممثلين اللي كانوا في هذاك الوقت المديرين الممثلين المؤثرين يعرفوا. هذاك الوقت كان سيد احمد داقومي هو مدير تاعنا واقيلا جو بونس واقيلا كانوا يجيو للمعهد يعرفونا كنا في التكوين الو حنا كي نخرجوا نمشيو ناتورالمون تما مشينا تقينا على الباب ومن بعد بون من بعد لا احكي لي كيفاش صرا. لا من بعد يافي با دو بوز بيجيتير ما كانش باش يريكروتي منا سي تو. قالوا لكم خلوا السي في ونعيطوا لكم كيما كاع لي زادمينستراسيون وكانوا دي جون بروميير على ليبوك كانوا يخدموا
ماشي خيبه امل ماشي لينا حنا، حنا راني تي جون، خيبه امل للوالدين. لا لا بصح حتى انت قلت في مره من المرات خرجتوا المورال زيرو مور ما رحتوا للتيانا. بيان سي المورال زيرو، المورال طايح، ما شغل تكسرتوا لا فان دو موند. اه باسكو نقول لك خيبه امل كبيره، انتم رحتوا معلقين امال كبيره باللي خلاص بدا المشوار تاعكم، لا كارير تاعكم بدات. بيان سو بيان سو، قالوا لكم يا ودي لانه ديجا الوالدي والديك ديجا بابا، هذه ضربه تاع ليكول دو كوميرس، هذه تاع الكونتابيليتي، الشيخ الى ميزي سور سا بور دوفونير ان كادر وكذا. كي قلنا له لا لا وهربنا ولينا ورحنا للمدرسه تاع بوتشكيفان، خلاص العداوه كبيره ورحنا وما نجحوش، ما تقبلهاش ونزيدوا ما نخدموش في المصرافي، فهمت الخوف حنايا الوالدين تاع فوالا فوزافي بي قولوا ما شدونيش. شفت واش قلت لكم؟ ها هذيك هي الخيبه. لكن انا نقول لك، لكن هذه شغل هنايا، انا نقول لك لكن انا نقول لك لكن بعد خيبه الامل مباشره جا باسيس امل واسمو رابح بوبراس، بصح هادي ما تحكيها ليش دوك. يس هادي تحكيها لي مور الفاصل، فاصل القصير ونعاودو نولو للنقاش في الحوار مع ضيف الحصة هشام صباح، قعدوا معنا. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل، ضيف اليوم هشام مصباح، مرحبا بك مجددا. كنا تكلمنا في الجزء الأول على بداية مشوارك، على الطفولة إلى آخره، تخرجت من المعهد رحت للتيانا خيبة أمل، ولكن هذه الدنيا باب تتغلق وباب تتفتح مباشرة مور ما بعد واش صار لكم خيبة أمل مع التيانا. لا كوانسيدونس دو لا في، تلاقيتو ب رابح بوبراس. وي رابح لا بيكوز رايت ولو كونسيدونس دو لا في. مي حنا في التمثيل قلت كان شويه اكاديميك، ما كانش غير لا كونسيدونس، باسكو المكتوب لا كونسيدونس تو يفو لي بروفوكي، ثاني لازم بروفوكيو باش يجيوك. حنا في هذاك الوقت كان عندنا دي ليو دو رونكون تاع الفنانين، نديم سعودي، نديم سعودي تاع الاذاعه، لو كلوب نايت، الكلوب تاعنا النادي، النادي اللي كان في الاذاعه تفانو، النادي كنا نتلاقاو على ليبوك، النادي كنا نروحوا لتم وكان مفتوح للشعب، مفتوح. حنا كنا كل يوم حميد شعبوني انا وياسين مصباح وعثمان والسعيد عمران كامل نروحوا لتم، باسكو على بالنا نتلاقاو مخرجين، نتلاقاو مغنيين بزاف لي زونسيان، نتلاقاو كش ما نقرشوا حاجه، قال انا هنا ونجي احتكاك مع احتكاك عالم اباريسيون في فيلم عالم، اعطيني بتي رول صح، تلاقاو ديكو حنا المشروع تاعنا من بعد قلنا لازم نكزيستيو دو خلاص اوني كونداني لازم نعيشو نكزيستيو كيما دوا فير. تفاهمنا حميد ياسين موا قال اين بيسكوني كلاسيك دو فورماسيون عندنا كلش، نطلعوا لي غيسي دو تشيخوف، كان عنده دي غيسي دان لاكت مسرحيه تاع مقطع مقطع ماشي مقطع ان اكت جزء واحد كوميك كلاسيك، كان باش نوريو القدره تاعنا بلي حنا نعرفو نلعبو الكلاسيك وني ممثلين وني جون اي تو. اوكي اشاك فوا نكتبو ندورو رابح بوبراس اللي كان يجي يشوفنا كطلبه، هو اللي كان اكزاميناتور تاعنا في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، يعرفنا يعرف قدرات. عسلامة صافرك وانا مرحبا نقصرو دائما، هو عمل المدرسه الروسيه زاد ثاني سبورسا، قلنا له تشيخوف كان سي بيان نقدر نعاونكم. الحمد لله نكتبوا ايا بدينا البروفات باش نروح نريبيتيو في باش نريبيتيو، ما عندناش فين نريبيتيو بيان سور، رحتوا تريبيتيو في دارو في القبه في دارو، كان عنده ان بتي لوكال، ان بتي لوكال سوبر لوكال. اول مره بدينا نريبيتيو اليك تاب بوجي سور سان، بدينا نخدموا النص في لابوز، كي نديروا لابوز كافي نخرجوا نبداو نغنيو. حامد شعبوني انا وياسين كنا في المجموعه الصوتيه نغم، مبروك كرياتور تاع نغم 85 86 حنا نغنيو قبل المدارس، نبداو نغنيو بالروسيه بالالمانيه تروا فوا بوليفونيك، ربح يسمع حبسوا تغنيو فرونسي تغنيو انجلي تغنيو بالعربيه بقبائليه، ايه درنا مجموعه صوتيه حنا صح، واش تزيدوا واش تعرفوا تغنيو، ويسجل قالنا حبسوا، ما كان لا تيخوف لا والو، نحن نعملوا ميوزيكول
شنو سي كوا كيفاش نديرو ميوزيكول؟ عندكم مسرحيه موسيقيه واجده صح؟ وي تعرفوا تشطحوا، تعرفوا تغنيوا، تعرفوا تلعبوا، وبدا يردوني قال غنيوا لي تشوفوا هذه داكور، غنيوها ولعبوها بهذا او بدات تمد. ودخلنا ما هو اللي نظم ووجهكم؟ هو اللي نظم ووجه، وبدات بدنا نريبيتيو والبيبان يتفتحوا، لا ريبيتيسيون بدات تكبر، المسارح بريفي صغار ولا يبروبوزيو لنا المحل تاعهم. رحنا مسرح موغادور. انا احكي لي على لا بروميير ريبريزونطاسيون. واعلى 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 واعلى. لا لا احكي لي على لا بروميير ريبريزونطاسيون. الخوف ومن الخوف. الصدفه انه كان العالم الفني قاعد تما. شكون يعطيك قال المعلومات هذو؟ قال والله ما شفتك جوان. جوان 91. والبلاد كانت في حاله سياسيه وامنيه، يعني بداوا المشاكل ولي سيران عندي تسجيلات فيديو بلي سيران. شوف على بالك واش صرا. ديجا سمعنا من قبل ما حبيناش نلعبوا، خلاص حبينا نابوندوني ونهربوا، خلاص الخوف الخوف الخوف. ماكش تعمل في مسرح كونفونسيونيل. كانت الجزائر في حال الطوارئ نظن، هذا كانت في حال الطوارئ، لكن في هذيك لا بيريود اللي كان الابداع كثير وكثير وكثير. يا اخي يقول لك تخرج المعجزات من رحم الصعاب. من الضغط، الضغط يولد الابداع. في 91 في الموغار كانوا لي فولي بربر، ابن زيدون كانوا ميديترانيو، المسرح الصغير كان في اللاك، عز الدين مجوبي كان في بلاصال كوسموس، هادو كاع في نفس الوقت. باش نقول لك 91. اذا لا بروميير ريبريزونطاسيون. واحد ما يعرفكم، سيتي لا بروميير، سيتي اون بروميير دان اوتر ارتيست. اه وي نو لا جينيرا درناها وحدنا افون بروميير قاعة الموغار. اللي كان مدير تاع لونسي، اللي كانت سي سي بكري لونسي، كان سي بوجادي، نذكرو كل يوم. دار فينا الثقة توتال، ما يعرفناش. رحنا مع رابع قلنا له عندنا مسرحية غنائية. او وي ما عندناش القاعة، كيفاش نديرو؟ تحبوا الموغار؟ قلنا له وي ولا من فضلك. قلنا على حسب الهضرة راكم موتيفي، قلنا له إن شاء الله. قال لك تمدوا لي خمسة ليا ونعطيكم سبعة. كوا؟ تعطينا هادو كاع؟ قلنا إيه باسكو على بالي. أوكي. بدنا نريبيتيو لي تروا جور دو ريبيتيسيون أفون لا بروميييغ. بدا الضغط، بدا لا باغار بيناتنا، باسكو حسينا بلي سوا نموتو سوا نحياو، فاسون سيتي لو ريسكي تي بغي. نهار العرض الريدو مغلوق، حنا من اللور ما نحكي لكش لي رد رد، ما نحكي لكش لي صرا مشاكل تاع الخوف. لو تراك لو تراك كانوا عباك حنا نديرو تقب يا اخي في الريدوات، تو لي زارتيست يديروهم وقول لهم شوف البيبليك، قول لهم كامل كامل عندهم وحده في المسرح، شوف حنا كل خزره كل خزره نزيدو نطيحو. باسكو الشخصيات المسرحيه والنقاد، النقاد كان جاري عندها نقاد كبيره في المسرح والله. احنا شوفوا ايما هاو هنا عز الدين جا يا بابا بن قطاف سي بون خلاص ما نلعبش. ومن بعد سيد احمد يا بابا خلاص نو 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 اون انول واش تانولي سي بون سيتي ارشي كومبل. تو لي كوميديان لي كوبان صحابنا الكل العائلات الكل تاع الجزائر العاصمه كام جاو سمعوا لي مصباح كيس كيفو فير. اول دخله دودو بيدو الصوت ما راه ما حبش يخرج، اقسم بالله ما حب يخرج، والاخر يطبع فيه باش نخرج، انا ما نقدرش ما نخرجوش. ومن بعد تشوف سبحان الله شغل اون باف رجعت لها التريسيتي باسكو لي زابلوديسمون غير عند الدخله عاونونا شجعوكم باسكو تاع الميدان على بالهم بلي كنا نترعدوا. التشجيع ما عاد بدا العرض، بدا العرض. كوفيرت تاع الجمهور واش راهم يغنيو؟ علاه علاش يحبسوا يهضروا؟ واش راهم يديروا؟ هو سيتي لي نوم دو ميزيكول اونجلي ولا امريكان ولا. حدث الاول في لافون بريمير، فنانه مع زوجها يحبسوا المسرحيه بلا ما على بالهم.
حنا كنا نلعبوا ان سيغتان مومون دو سبيكتاك سيتي اوفوريك. امينه مديوبي وعز الدين الله يرحمهم يطلعوا فوق الخشبه بالورد زعما عم بالهم ستي لا فان دو سبيكتاك حسبهم خلاص. لا لا وحنا نقول لا لا يمين لا لا مينا مازال عبك خلوطه. ومن بعد كملنا خرجوا من بعد لي زارتيك ومن بعد لا لا احكي لي ثانيه على لا رياكسيون تاع عز الدين مديوبي اللي قالهم هاد الشباب هادو هادو يا تشجعوهم يا انا بالك نديميسيوني نروح خلاص. عز الدين الله يرحمه الله يرحمه مدرسه ثالثه في برج كيفان كان يجي يدير دروس القاء لا بروموسيون اللي قبلنا الكبار هما 15 لقى روحو يقري واحد 75 القسم يحكمهمش كيجي عز الدين يقري الشعب كامل يدخل سي انكرويا بصوته قامه ما تعرفش لو يتمسخر ولا يلعب صاحب يجي مريح واش كليت البارح باه بتسنى ما عندك دراهم خصوك اروح جوز من بعد سي كوم سا عز الدين كيبدا في الالقاء تو سوبجيكي تحس سنوات فوتبولر شتو فوتبولر كيلعب 30 سنه هو فوتبول لا ميم شوز. عز الدين سي لو كا كي كنا نقراو في الدروس تاعنا مع حميدة الحاج ولا كان يحضر بتخبيه يحضر في الكور ويشوف يتكون الاكاديمية يشوف يقعد جون دون كي كملنا عز الدين لوندوما الله يرحمه في الجرايد قال لهم سي سي جون نو سيغون با روكوني ولا ما تعرفوش بهم قال لهم اون فران سكوندال اون الجيري هذا هو اون فران سكوندال. الصحافه كانت اونانيم اون ديزون فوالا دخلنا لير جديد تاع الثقافه تاع تمثيل كذا ساكري لو بوز ساكري لو بوز بوزيتيف بصح بوزيتيف يعني كان جبتوا حاجه جديده جبنا حاجه انطلاقه جديده جبتوا حاجه جديده حاجه جديده مش مسرحيه عاديه وين افيك سيناريو حتى ولو كانت مليحه ولا بيان سور بيان سور هذيك سيتي نوفوتي سيتي نوفوتي وسيتي لا بوي دوكسيجين كما قلت كانوا لي سيران يدوروا برا كنا الصباح نخرجوا على بالنا جاي غير العشيه توعر توعر بزاف بيبليك بكا وضحك وقال ميرسي كو لالجيري سوا دوبو شويه دوزون ابري مشينا حنا اخي الدورات لتونس بلي فولي جوستومون مور الاخر لي فولي بربر ياسين وهشام صباح عثمان بن داود بيدرو المعروف ببيدرو و رضوان خليل في الجيتار تكونت فرقه لي فولي بربر. علاش شكون اللي خير الاسم هذا وعلاش خيرتوا هالاسم؟ والله غير كان بليزيور بروبوزيسيون فولي كنا حنخليوها فولي الهبلات الهبال الهبلات في تونس ينزون في لا تراديكسيون حنا سمينا مع الهبال فيه هبال هما قالك الهبلات البربريه. علاش هبلات؟ باسكو الهبلات خرجت اناتوندو هذوك ما الهبلات وحنا الشعب خارق للعاده اناتوندو فيه دائما الحاجه الصعيبه الحاجه المليحه سي سا كي في نو ديفيرسيتي بربر بيان سور كي هما لي فولي بيرجير اكزيست دوبوي في فرنسا لي فولي بيرجير سي ان سبيكتاكل دو ميوزيكال اكزيست ان كلون دو حنا كاريكاتور ان جو دو مو ان جو دو مو كاريكاتور كلون دو اي بربر خلينا مع لو كنا درنا بليزيور فولي دارتا فولي هكذا ومن بعد بربر مي اون ايدونتيتيرمون توس امازيغي بربر الو من بعد زدنا قلنا بربر دون لو سونس ديفير بربر او بلوريال افيك اس افيك اس هذه هي اي صابري لاصوص ومن بعد قلنا واش كون الجمهور عرفكم بهذا لو سبيكتاكل هذايا يعني. ايه الناس ولات تعرفكم تروح للمسرح الى اخره. واش رايك في الجمهور تاع هذاك الوقت وتاع دركا بكل صراحه؟ ما تعطينيش ما نعطيك جواب لغه خشب ما نعطيك الوغ لا شوي كونتر صوره الخشب وما نحبهاش ماشي لغه الخشب. الجمهور عباك لعبنا لي فولي بابر 92 يا اخي 91 ولعبنا حتى 2010 تنساش لعب زلاش شحال 25 عام نلعبوا فيها هكذاك
اللي كانوا يجيو يشوفوا مع عدد تزوجوا عندهم دراري جاوا شافوا ثانيه والله فيهم زيدون ان بوكل ان بوكل يعني طري غران شونجمون في الجزائر ما تنساش علاش قلت لك مقبل على الثقافه العامه صح ما لا نعاود نولي لك الثقافه العامه قبل ما تولي لي لهذه الثقافه العامه حنا نشوفوا في تيار جوستمون تاع البوبليك هشام صباح اللي سوفون ايدونتيفي لي فولي بربر داكور سقسينا داكور اون اتوندو الميكرو قلنا لهم هشام صباح تخوف شويه لا لا ما تخافش نشوفوا راي الجمهور ونولوا هشام صباح قدم كثير للتلفزه والشاشة الجزائرية خادم خادم بزاف ما شاء الله الله يبارك وماذا بينا نزيد نشوفه على المسرح نشوفه في القنوات ثم عنده ستيل ما شاء الله مام هو حيوي عندي بزاف أنا نعرفه أنا يقول بالك من البريمير بتات بالك ما شاء الله من اللي كان صغير يخدم ما شاء الله هو فنان متواضع جدا فنان حبوب يعني و يعني فنان يعني تلقائي وعنده هذيك الحيويه تما تاع يمثل ماشي انسان متكبر متواضع انا نتلاقاو به انا في اودا شوفوه ما شاء الله ربي يحفظه راه شفنا راي الجمهور اللي ما نساش هشام صباح انت كنت تتكلم لي على الجمهور ما بين الجمهور اللي بديت به في 91 و 92 وسنوات الجمر كما نقولوا لها والعشريه السوداء ومن بعد تهدنت الحاله والجزائر عاودت ولات الاستقرار الى اخره وكملتوا نتوما لي فولي بربر حتى قلت لي 2010 ولا بيان سور باسكو سيتي ان سبيكتاكل لي كوم لو سبور كوم لي فوتبول تعاود تعيط لهم 20 طون بري يلبس الصباط تاعو يسيرجو يونطريني يعاود يرفد روحو يولي علاش قلت لك تقنيات مسرح تقنيات تعرف دوزي كي تلعب 20 طون ماشي كي تلعب تبدل السبيكتاكل ما بين واحد ما بين التسعينات حتى 2010 زدتوا حوايج نقصتوا حوايج زدتوا وحياه صارت حياه صارت سوبتيليتي ولينا نلعبوا جونغليو ولينا جونغليو كنا نلعبوا طاقه تخرجوا من النص نخرجوا من النص نوليو نتفكروا نضحكوا فوري رون بلان يا يا باسكو تشفى الايامات باش نولي لك الجمهور احنا كممثلين عندنا مراجع دي ريفيرونس اوبليغاتوارمون نو ريفيرونس الاولين كي كنا في التكوين وكذا كان المسرح الوطني كان المسرح الوطني الجزائري ولا وهران ولا قسنطينه ولا المسرح الجهوي المسرح الجهوي شفنا كامل المسرحيه تاعها شفناهم نعرفهم بالواحد لي كلاسيك يونيفرسال كامل شايفينهم حنا كامل اوبليغ داخله في الكورسوس تاعك هذه اش قلت لك الثقافه العامه اسكي في مال موا مينون كو ممثلين ولا ممثلات جدد ولا منا ما يسعاوش ثقافة عامة اللي هي اوبليغاتوار لتنمية الخيال تاعك باش تقعد كرياتور ايماجينير دائما لازمك دي ريفيرونس يعني الضرب اللي ما عندهمش لو باجاج انتيليكتويال ما كانش باجاج انتيليكتويال وما كانش فيزيوناج وما كانش مراجع المراجع لي روبير ما كانش يعني مثلا لو كنت تهضر لهم على شيكسبير تهضر لهم على تشايكوف لو كنت تهضر لهم على كروح تشارلي تشابلين رويشت تي دوا كونيتر رويشت باركر على بالك باسكو مرجع بو بقرا لازم تعرفوا باكر بعد ما نعريوات يفوكون تكوني كاع لو سانكا كي سورتي دو كونسيرفاتوار ماجور برومو لازم تعرفها هذه سينو يقول لك يا الله غير يضحك تاع الزنقه خدمه كونسيرفاتوار تكوين عريوات ولا بو بقرا داروا تكوين المراجع الور جو غوفيان كي سيتي لي سيكل كما قلت نقول لك من قبيل تاع تشارلي تشابلين تاع الويستن سباغيتي تاع تاع ايتشكوك تاع لازم تشوفهم الكل باش راك تلعب وعندك دي زيماج كي ديفيل باش ما تطيحش في الفيد سي كوا لو فيد سي كوا سي لا نون كومبريونسيون دو تيكست ان سيناريست ولا ما لازمش يفهمك ما يقدرش يدخل لك في العمقات باش يفهمك بلي عيبك كتبتها هذه على جال ريفيرونس لورانج ميكانيك تاع الاخر في الفيلم انت لازم تديس ليها تو سويت تقرا تقول كلان دوي كوبريك اوكي داكور سي تو ما تضيعش الوقت ما عندكش الوقت كي تمشي لتونس وفرنسا تفهمها مسلمات بديهيات بديهيات في كون تو اونتام ان بيرسوناج في المسرحيه ما تجيش تلقي النص وتقعد واش بابا جيت نو ني با دون سو ولا نحبوا نعاونوا لا كرياسيون تاع الجزائر تاعنا يفوك هذا اوبليغاتوار يكون عندك باجاج وزيد لك حاجه قبل دخول مدرسه التكوين لازم تكون عندك ثقافه عامه في السينما ولا في المسرح اوبليجي فهمت؟
tu es prédisposé à la formation. Sinon, la formation t'abandonne. Yani, إذا لخصت بالك واش راك تقول لي لو طالون نو سيفي با مي تو المود دي طالون ديك الحوبه كاع يضحك بصح شي على الكاميرا قولوا اكسيون دوتر بارامتر اونت اون جو ليسباس ليسباس سينيك ليسباس سينيك لي ليمون لو لاكسيسوار لا لوميير اسكو راني في الضو لا لا وكيف هادو ما تقراها تضرب برك اون جو با دو اون جو با بالضو لازم تروا كار سي تكنيك Les plans, plans américains, plans italiens. Ne pas chevaucher, comprendre l'autre, c'est mal. Je pense que c'est une bédéhiette pour s'exporter. Alors, je suis un mahalien. Beaucoup de comédiens, je suis un mahalien. Alors. Je suis un mahalien. Je suis un mahalien. Je suis un mahalien. Je suis la volonté, je pense. باسكو الاهداف تختلف اسكو انت دير التمثيل باش وشنو باش تقعد هنا في الحومه ولا باش تروح للعالميه باسكو الفن في ماشي جزائري الفن عالمي. جزائري عالمي الفوتبول جزائري عالمي واش لازم مالا لي باز يونيفرسال اقرا لي باز يونيفرسال هشام صباح كنا في لي فولي بربر دوكا نزيدو نافونسي شويه في لا كارير تاعك انت درت حوايج واحد اخرين مور لي فولي بربر لكن قبل ما نكملوا النقاش في الجزء الثالث والاخير فاصل قصير غنشربوا شويه ماء وي نريحوا ونكملوا نقاشنا قعدوا معنا مرحبا بكم في الجزء الثالث والاخير من حصه بروفايل اليوم عندنا ضيف مشوق ويهدر بالقلب هشام صباح كنا تهدر بالراس يهدر بالكرش بالفؤاد تعرف لا ديفيرونس بين القلب والفم فرق كبير فيغ يدير سي با لا ميم شوز هذه جو دخلت في ليكور فاش كتفكر انت تعطيني الخيط يا اخي احنا ماشي احنا لا باز دو لا يونيفرسال اللي خلقوا لي ميثود دو جو داكتور يقول لك لاكسيون بريسيد لا بارول الفعل هو اللي سبق الهضره على بالك تقدر تلعب يا اخي سون بارول تشارلي تشابلين كيلعب سون بارول فهمت الو الفعل هو اللي سبق الهضره صح الو القول ني با تري مع الاخر يجي مع الاخر تبلاسي تعبر على بصح لو كان لاكسيون كانت معبره تي نا با بوزون تهضر صح صح لي فولي بربر قلت لي راحوا حتى ل 2010 كاين مشروع تاع إعادة تكوين التريو هدايا وهو على كل حال كواتورا باسكو حنا دائما ننساو بلي كاين ميوزيسيان لو جيتاريست اللي هو رضوان خليل هكذا الناس تشوف غير الممثلين لكن لو رول تاعو اللي تري امبورطون لان انا شفت لو سبيكتاكل مترونوم يعطي سكون ابل لومبيونس يعطي لومبيونس يعطي لومبيونس وتكنيك ما نولي لك يعطي لا نوت يعطي لا نوت التوقيت والتوقيت سي تكنيك راجل هو اللي يجيري باسكو الناس تشوف بزاف الثلاث ممثلين اللي هما الاخوه ياسين وهشام صباح وعثمان بن داود بيدرو لكن تنسى بلي كاين العامل الرابع هو الصح العامل الكبير لانه سي الميترونوم هو وخارج شيف دوركاست شيف دوركاست وعنده لو ريكول يشوف نحن بلا نهبلوا نساو روحنا نخرجوا نفكركم بان نوت تن 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 اسمع نوليو ويعطينا لا نوت جوست علاش ما درتوش دوتر سبيكتاكل على بالنا بلي من بعد كل واحد راح دار لا كارير تاعو هذيك سي نورمال هذيك حاجه طبيعيه هذا سبيكتاكل هذا مشروع هذا حياتك هذه انت اخترت لا باسكو بون سبيكتاكل كان يمشي لكن كل واحد عمل حياته افلام مسلسلات كذا بعد ماليغوزمون بعد ياسين مثلا واش راهو
لانه من الثلاثه اللي كانوا يمثلوا، خلينا من الموسيقار اللي يلعب الجيتار، ربما ياسين هو اللي اختفى شويه. اختفى لانه جستو باك تقول يحبس، اختفى باسكو مرض مريض. ربي شافه فوالا، جوز فتره صعيبه بزاف والحمد لله. لكن درك هذا الوقت ما امبوسيبل يقدر يعاود بو لو مومون يعاود يلعب، سي بور سا كون اغيتي حبسنا. داكور، لكن راه في الكتابه حاجه الميحه، سي كرو في الكتابه قعد دائما ورجع في يعني علاقه مع الفن، اقتنع نو باسكو بعد غاب ما حبش مع الاول، ودوك اقتنع بلي لازم نعاود نرجعو. راهو دوكا دخل في اون اوتر فاز كي ليكريتور سينيك، تما كاين امل نعاودو نشوفو الكواتور يعاود يتشكل المسرحيه واحده اخرى، ولا ان ديو ولا ان تريو ولا كواتور ما نقولكش شنو، لكن والله راه في الكتابه وقيل الموسيقى اخرى وقيل، لكن نقعدوا في هاد لا نوت جي باسكو ما نزيدوش على الهيموريستيك. الناس حابه تفرح، الناس حابه تضحك، الناس حابه تفرح تضحك على روحها. حنا سي لا ديريزيون، لوتو ديريزيون سي تافي نورمال. الو الضحك على الاخر سي ثيرابي، دوا داوي روحك. طيب كيما قلنا درتوا المسرح، لكن هشام صباح لا دوتر في، دار التنشيط، دار التلفازه، دار السينما. هذا مثلا ايا سؤال، واش جابت لك لا كارير تاع التنشيط؟ سي نتبادلوا. بالك انا نحفر لك، بالك درتها بليزيور فوا. لا لا بعيد الشر، لا 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 سي على بالك التنشيط مدرسه اخرى مختلفه كومبليتوم مختلفه. اول تنشيط تاعي كان في حصه مع رشيد بن علال سينياس تاعنا اللي راهو في السينما، سي لو بلو كرون شيف مونتور في السينما الجيريان. كانت عنده حصه اسمها شكون في التلفزه الجزائريه في 95. رجعت من تونس انا في 95، قال لي هشام، قلت له لا 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 صح انا احترم المهن لا سبيسياليتي. قال لي اسمع اون في نيميرو تو فوار، قلت له لا لا خويا قنعني اون في نيسي كاميرا لعب تقنيات نص لي زانفيتي حلات لي مدرسه جديده تعلمتها في التلفزه الجزائريه تعلمتها. وبعد درت تهليل، ومن بعد جات ساسا فيندا فريد بن موسى، ومن بعد اهليل، ومن بعد حصص واحد اخرى بزاف. لكن مع الوقت فقت مركت باللي التكوين تاعنا الاكاديمي هو بوليفالون متنوع الاختصاصات، يسمح لك تقتبس تتقمص ادوار مختلفة. توتافي. تكون في السينما، تكون في التلفزيون، تكون في التنشيط، تكون. الور دوكو تقنيا كيقول لك جي في ابيل ما ميموار افيكتيف، الذاكرة العاطفية تاعك، اللي هي لو كان كنت انا هشام في هذا الموقع واش ندير؟ هذه الحلول تاعنا، هذه المفاتيح. دوكو قال اسمع انت ماشي منشط، لكن لو كان كنت انت منشط، كيفاش راك راح تنشط؟ انا جوغي في صايصة. دي كو سا دوني سيت انيماسيون شويه شتا شويه دون لو فون، باسكو نحب الغناء، نموت على الغناء. جيتي سبونتاني، قال انا هشام في هاد لا فونكسيون. كل تلقائيه، كل تلقائيه، تعطي لها حقها. غير تكمل الحصه تروح في 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 فيتون مسلسل سي اوتر شوز. صح انا عطيت لي لا بيرش كما يقولوا. التجربه السينمائيه تاع هشام مصباح، زوج ولا ثلاث تجارب خلوني انوبليابل. سكتو كور ميتراج فيلم قصير تاع خالد بن عيسى، الى هو بولان دور في واغادوغو، في سباكو د واغادوغو. المناره، المناره من اروع ما عطوني كشخصيه. المناره الشخصيه تاعي كانوا بزاف ما حبوش يلعبوها، الوغ كو لاكتور ني غوفيز جامي دي رول. Il peut refuser par rapport à l'argent, par rapport au scénario, mais on refuse pas un personnage important dans un film. Ayoub, film Manara, qui est فوقت سنوات الوعره هذيك. سنوات الارهاب. اكش فيت الفيلم. سنوات الارهاب. L'amour d'Andalousie, من بعد. Andalousie mon amour. Andalousie mon amour. Film مغربي. فيلم مغربي. فيلم مغربي وكاستينغ في باريس وداوني ولعبت الهجره الحراقه.
من طنجة لإسبانيا، وكان جزائري الداخل تاني حراق ديكو ساطري طري بيان مارشي. يعني واش جابت لك التجربة السينمائية؟ لكن كاين، لكن كاين 10 مليون سنتيم تاع بشير الرئيس، هذاك هو الرجوعي، رجوعي للسينما، رجوعي للجزائر. انا مشيت شفت اوبليجي على فان 97 مشيت باسكو يفالي نمشي. Faut que tu les trouves. T'as été voir ton cousin le bijoutier ? Bien sûr. Il m'a envoyé balader. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Non. Oui, je vends de l'or, mais je ne roule pas dessus. J'ai été voir les proches. Quand par hasard, ils sont tous dans la merde. Pourquoi t'essaies pas auprès d'une banque ? T'as qui font ce prêt pour ce genre d'opération ? Une banque ? Et moi, je suis qui, moi ? Je suis qui pour que la banque me prête de l'argent ? Comment on va faire, Idir ? Je sais pas. Je sais pas, moi. الرجوع تاعي كان بالفيلم تاع بشير الرئيس اللي هو 10 مليون سنتيم. اقترح عليا الدور وانا كنت خدامه، كنت مش اعتزلت الفيلم لكن جو مي سي روتيغي. هو اللي قال لي نو، وليت بالدور تاع ايدير اول دور في 10 مليون سنتيم، ومن تم عاود انطلقت في المناره ومن بعد 10 مليون سنتيم ومن بعد الوهراني يا سالم اللي هو الوهراني يا سالم اللي هو جوستومون قطب المدرسه تكوين ومدارس للتكوين الياس يعاون بزاف. كان قادر يمد لنا ماسكاراد ومن بعد لوراني اون بليس لوي في دي ماستر كلاس. إدارة الممثلين في الفيلم تخلع، تعاود تذكر ايامك تاع التكوين باسكو هي انترونزيجون سور لي زاكسيون رياكسيون. تقني تقني محض، يامن بزاف بالممثل يريبيتي بالقاسم حجاج يريبيتي معك ثلاث سوايع باش يدير اون اكسيون. من احسن المخرجين الاداريين اللي تمثيل شنو في حياتي. هادوما يعني يعني السينما زادت فيك بزاف. السينما عطاتني عطاتني تعامل جديد مع مع الانتاج. شفت الدنيا من زاويه واحده اخرى. وي 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 وتشوف عالم واحد اخر وتشوف تقنيين حرفيين واحد اخرين دي بروفيسيونيل اباك تاع لا لوميير لو سون مدرسه كبيره دي او بي اباك تخلع تخلع باسكو خدمه كبيره. هادو بدا رجال خفاء خدمه كبيره قبل اون سيكونس برك. ايه ما بالهمش الناس ربما الناس سي نورمال ما يعرفوش الخبايا الخبايا التقنيه، لكن باللي تورني اون سان بالك تاع 30 سكوند لازم توجد لها ست سوايع. ست سوايع ويقول لك السينما هو الميتي وين لازم تعرف تستنى راك قاعد وتستنى تستنى. ايه بصح ماشي تستنى تقصر وتعيا وتقصر على الفوتبال، راك قاعد في الشخصيه تاعك بكل هدوء و تستنى باش تسجل هذيك 30 ثانيه. تستناها تستناها، لكن كيسكو جالي دير العمل تاع لي زاسيستون في الافلام هادو عندك كان كوتش كوتش تاعك كوتش سينيك تاعك يقعد معاك مكونسونطري معاك النص تاعك لا موتيفاسيون هاي واش صاري في القصه لو راكور تاع هذيك لا سين او مهنه ماشي لعب ولا سط دون تقول اه ميرسي دافوار شوازي سميتي فينالمون. لو ستاتي تاع الارتيست واش انا حاب تحكي لي على لو ستاتي مادام رانا تجوزنا من المسرح للتنشيط للسينما للتلفزيون للمسلسلات. تلفزيون جوست هاديه. اه تفضل. مدرسه لون دي زيكول تاعي ثاني في 90 90 91 عائله كيناس عمرت لي باش الفين تاع 8 ريوات. من هذيك ملي دخلت لو ام بي ا لونتربريز ناسيونال دو برودكسيون دو فيزيوال اللي شفت عليها اسماعيل البصري من 91 حتى 98 حتى غلقت. وحنا دزنا كامله على لي ستوديو تاع تاع لو ام بي ا لحن الامل عائله كاين ناس امراتين فيس دو فامي مع عبد الرزاق هلال مع هادو كاع كنا نخدموا في لو ام بي ا مع كريم زيناصني الله يرحمه. هادو كامل لا جينيراسيون تاع اللي ممثلين تونس. هذيك مدرسه كبيره حتى نغلقوا لونتربريز يا اخي دي برودكسيون تشرد عاود ولا ثاني تعاود جزء ايطاب واحد اخرى ما نحكيش عليها اللي هي لي بسيودو برودكتور لي بسيودو كوميديان لي بسيودو كذا. جوستومون انا بها سقسيتك على لو ستاتي دو لارتيست حبيت نعرف هشام لانه تعودنا في الحصه هذه هشام كي نعرضوا فنان ولا دائما يحكي على لو ستاتي دو لارتيست. يعني في الجزائر الفنان il a une situation précaire. ما عندوش ان ستاتو اللي يضمن له بالك المستقبل تاعو يضمن له لا كارير تاعو. ودائما الفنانين اللي نعرضوهم كي
تقول له لو ستاتيو دو لارتيست يعني تقيس له كيما نقولوا الجرح، لانه هو بالك يخدم اليوم وغدوه ما يخدمش. الفنان كيما قلت انت سا نوري با لار نو نوري با سا بيرسون، سا نوري با سا بيرسون، سي ان شوا فير نوري با سون اوم سي ان شوا فير. اسمح لي نهار تختار الفن لازم دير في بالك ا لافونس بلي سي نوري با سا بيرسون راح يفا تو نوريغ بوندون 100 عام. لكن الفنان هشام، الفنان هذا ثاني راه بياكل عبد، مواطن عنده عائله، عنده دراري، عنده زوجه، عنده مصاريف، ولادو يلحق الدخول المدرسي لازم يصرف عليهم. هذا الفنان ثاني راهو شخص كفرد من افراد المجتمع. توتافي جوست، راني داكور معاك. الان واش راك زعما لا كيستيون كيفاش ستاتيو كيف شنو؟ اي ستاتيو انت رايك في الموضوع هذا، لانه انت فنان جست على كامل المراحل، جست على المسرح، جست على التلفزيون، جست على التنشيط، جست على السينما، خصك استرونوت ما درتش. شكرا ان شاء الله. بصح بصح جامي عندي فيش دو باي ملي خرجت المدرسه. بتخدم بالكاشي؟ ما جيني جامي تي سالاري انا في حياتي، سيسو في الخارج ولا هنا نخدم بلي كاشي بيان سور. بالكاشي نخدم بالابداع، ماشي تسمى يا ان فيلم سي بيان. نعم نهضروا ماليين، مادام ما عندكش شهريه عندك كاشي، هذه هي اوبليغاتوارمون اوبليغاتوارمون. مداخيل الماليه ما نعرفش ندير حاجه اخرى. دركا بيان سور كيفو ان ستاتيو، اي صافي لونتون ايزون طاردي 260 سياسه كانت غلطه 260 كيفالي ديماري افيك ان ستاتيو بارتيكولي دو لارتيست، سيتادير كو لازم اون كاس سبيسيال لارتيست، ان ستاتيو سبيسيال ماشي تابع لاكناس تاع العامه. بالابداع بالمشاركه، الفنان يدير مسرحيه يريبيتي ثلاث شهور ومن بعد يدير ديفيزيون تاع شهرين ثلاث شهور، ما هذيك راهو ساهم في هذا لاكاس سبيسيال اي دو لا يخلص باسكو بدع انسيت سويت. ما بدعش هذاك العام ما يخلصش، ما نقدرش نخلصو. سيتادير ما تقدرش تكون نتايا كوميديان تخدم في مسرح وعندك شهريه تدخل كل شهر، تلعب ولا ما تلعبش خالص؟ تولي موظف تلعب ولا ما تلعبش خالص؟ وعلاش دراهم تسمع علاش؟ تولي موظف واش يدير لك التوظيف؟ واش يرجعك؟ ربما المستوى اوتو ساتيسفاكسيون، تقعد اتونتيست جا فيلم جا ما جاش راني خالص قاعد راك خالص. سي با موفي تسمى لازم الانسان يعيش، لكن انت بدنيا وانت لي زومبيسيون تاعك راحوا خلاص. تسمى عندك لا فرصه تلعب كيف انت شهر منذ 40 50 سنه عندك لا فرصه. لازم يكون طموح، لازم تخلي الباب تاع الطموح هذاك. الباب تاع الطموح درك هاد ستاتيو صافي تري تري لونتون، تولي مينيس جازوا عليه ما لقلاوهاش، حتى واحد المينيس قال لهم انا نشيك وقلت انتم الفنانين ما كنتش حابين ستاتيو ولا كيفاه؟ باسكو واعره باش تابوندوني سالير وتروح للابداع اوسي. الوغ لازم نلقاو الصيغه جوست اللي هي تو سامبلومون جي سويفي جي شوازي دات ان ارتيست نروح لو ستاتيو بارتيكولي دو لارتيست اللي هو باغ اكزومبل كيما فرنسا لي انترميتون دي سبيكتاك ولا في تونس ولا يا خويا كل عام لازم لك طوندور 507 سوايع تاع ابداع اللي يمد لك الحق لهذاك العام في شهريه ومدخول متواصل محترم متواصل لمده عام، لانه هذاك العام اللي فات راك شاركت وليت مبدع. بصح العام الجاي ولا ما بدعتش ولا ما درتش اسمح لي ما نقدرش نخلصك. صح نكملوا بالفقره الاخيره هشام اصبح لي ديجا اخيره. ايه خلاص نعاودوا لها اه يا خلاص اللي هو ديابوراما يعني نوروا لك صوره واعطينا تعليق ولا لا لا ولا ما حبيش تعطينا تعليق ما تعطيناش تعليق حر انا حر حر طبعا. شوفوا الصوره الاولى في الديابوراما هذه القصبة. شنو نقول راني نتفكر شنو نتفكر والله 73 74 75 دراري يجريو بصح كنت صغير هذاك الوقت. يلا ما عندك ذكريات من هذاك الوقت؟ بيان سور مي بيان سور القصبة لا كاسبة على بالك 50 حنا 60 70 سنين كنا شغل فواسيس فواسيس لا ميموار تري ديفلوبي النية واحد ما يمسك واحد ما يهضر معك وكونترير يا ولد بالك اطلع
انا عمك كذا طلع للدار مي سي كارتي لا دو لا كازبا بياد نتاع الماء بصح كنا نعمرو طول طه ما كاش الماء طلع العين تاع سيدي بيش هكذا تجوز في القصبات وتعمر تعب طلع جامع السافير جامع فارس جامع السافير لي رويال هذوما لي زو دو الروايح القهوه تاع التلوى سام غوفيان رابيدمون هنا تمشي تجري غير تخرج تخرج تستار على بلاصات اوب لا فيل واحد اخرى ناس لبسه هكذا غير تطلع القصبه طلع لازم اوب بالعقل سي دو سينما لو نيو رياليزم الجيريان لكن القصبه غيست ميتيك مازال الكبده يديروا الكبده مازال تروح ليها طول طون طول طون طول طون طول طون لا باس كاسبان سوستار نطلع ابي حتى الباب جديد طول طون ومازال يشفاو عليا كاع ولاد الحومه ماشي باسكو ممثل ولا نو يشفاو ناس تربيت معاهم باسكو لعبت في الجيوالات كنا نلعبوا فوتبول لي تورنوا في الجيوالات يعرفوني مسيت صاروي كنت نروح نطواج الله يلي باقر ندابزو نطلع ومازال دويرات تقعد نعياو هاك طلعه يجيبوا القهوه يخرجوا صح هشام صافا انتيك مازال يتفكروا حتى نطلع على الباب الجديد قابت بوزوران نتلاقى لي زونسيان صافا صافا نعاود نحبط على سوستارا كاديكس روديزلي لي ملعب القادر لا سي لاج كي شونج بيان سور سا مرابيل اوسي لي فولي سا مرابيل لي فيلم ذكريات واحد اخرى ذكريات هذه طيب. طيب نشوفوا الصوره اللي من بعدها عز الدين متجوبي انا شريف الزوالي نوارا بنتي بنتي يا ربي كبر كبر نوارا بنتي بنتي من بعد يقول لك نوارا تكبر وتزيد تكبر تكبر نوارا على بالك ديسبوار لا فيل لو بيي عز الدين اي نقولها اليوم عز الدين ديال تونس مهرجان قرطاج ودا يخي ديال الكرون بري مع مسرح بعثنا حنا كنا في المسرح الوطني التونسي انا وياسين خويا كنا نلعبوا الجثه المطوقه تاع كاتب ياسين جا سمعنا به حنا كنا نبرفو اون ريبيتيسيون بعث لنا جماعه قال قول قال لكم عز الدين انا في لوتيل ديبلومات نشفى ارواحو سحقيتكم اوكي اوكي على السته رحنا نجريو 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 صافي نوطو ما شفناش سيتي كالكو موا قبل ما يتوفى قبل ما يقتلوه مشي يتوفى رحنا نجريو في لوتيل قاعدين عز الدين اه سالو قاعدين صافا الو وي واش واش راكو ديرو انا في الكونترا شحال بقى لكم والله غير هكذا جو بونس اكتوبر يكملنا ما تعاودوش الكونترا لا بون سي بروفيسيال بي سافا فيني انا نحكم المسرح الوطني الجزائري نو والله الو هكذا قالها قال جي اونفي دو ديبوسييري لو تياتر الو سحقيتكم جيبوا جماعه كاع يوليو سيتو سكي لافيتي قلنا له شوف نحسبوا اكتوبر هذاك نشلطوا في الحيط حنا ان جور نحل في تونس لا راديو باسكو انا كان رمضان واقيلا نحل لا راديو ما نطيب نسمع لا نوفيل كنت في تونس الكولوار تاع الدار ما ولاتش دار هذيك من بعد هذيك لانكاباسيتي دالي و البروجي لو كرون بروجي دو لالجيري بارتي كوا كانت ضربه قويه للفن قويه وال... بزاف بزاف قويه نشوف الصورة الأخرى لوتيانا لو هازار فيك انا تقنيه وما نقولكش لو هازار قيمة انا مش به بزاف انا من بروفوكاسيون دو هازار سنوات بعد اخي ما لعبناش ما داولناش ديال اصحابنا كامل المسؤولين تو سنوات من بعد الفنك الذهبي اللي كان اورغانيزي بار تيليفزيون الجيريان عملوا الفنك الذهبي لا فينال لو غران جور تاع لي ريميز دي ديبلوم دي بري هذوك تاع الفنك لي زورغانيزاتور كان سي حبراوي جو بونس مع لي زورغانيزاتور تما كلمونا حنا رحنا ونانيمي لا سواري دي فولي بربر في المسرح الوطني الجزائري لي هازار دو ليستوار و لا بروفوكاسيون du choix de faire de l'art. Parce qu'à un certain moment,
تلحق لكن لا زعاف لا كونترير هذا مشوار وقليل فالي فالي سوروطار اي نو زون روندو سيرفي باسكو ما كناش حاضرين واقيل هش كنا شويه هذاك لو كان دخلتوا للتي انا لو كان وليتوا موظفين كيما الاخرين شاب الهضره في لا كليت لي نولي موظف وبعد نسمع نشلا واهو تفل نو لو تيران لو تيران لو تيران لعاود لحقنا للباب ودخلنا له وهذاك السهره يافي كل فن شاب خالد الخضر حامينا اسيد علي كيرات الله يرحمه الله يرحمه الناس كامل يا راه قلنا مع صاحب بكري هشام لحقنا لختام هذه الحصه كما كامل الضيوف طلبنا منك تخير اغنيه وتقولنا علاش خيرتها وعلى وعلى دون لا بونس خممت ولا شابه باسكو جو بونس كو الغناء يخرج من الصميم سي دي سونتيمون فري تقدرش تي توجور اون شونسون ميم كي تكون في الغبنه تتوحشها كي تكون في البونو تغنيها توجور ريفيرونس انا ابار لا كورال بوليفونيك تاعنا نغم الغناء زدت شو طومبي امور وحبيتو كوم جي ايمي طومبي امور دو ما فام لا ميم شوز باسكو في المعهد العالي للفنون الدراميه في 87 الزوجه تاعي دروكا ناصيره وعلي مصباح كاين اللي هي مغنيه دروكا تعرفت عليها في المعهد ونهار تعرفت عليها في المعهد زيتي ايتيديون ميم طون بيان سور مو جيتي اكتورا هي كانت انيماسيون كولتوريل سبيسياليتي سينوغرافي ديكور الا دايور في لي ديكور دو مشاهد لا كولون اوبليي تو تعرفنا في المعهد في السهرات اللي كنا نعملوهم تاع الحفلات تاع لي جو اي تو هي جات من تيزي وزو ما نعرفوهاش تحكم الميكرو وتغني بصوت سحري ماشي سحري طبيعي كي جات من تيزي وزو واش تغني تغني لي ماتر لو ماتر الله يرحمه دو تيزي سي سبع سامي الجزائري وحنا نسمعوا به سامي بصح ما نعرفوش لي بارول تاعو ما نعرفوش الغنى تاعو نعرفو غير الكليشيات نسمع يا صاحبي اشويق ابري العزيزة 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 ونروح معاك انا وياك العزيزة الماضي كان البارح واليوم رانا اليوم كيس كيس باس طولي عباك سي ماجيك 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 تنسى تنسى كاع بلي راك مي فينالمون كاين ابداع مي فينالمون لالجيري اي فاست واعرة تنتين ديجا قلت لها انت مرتي سي بون والمكتوب جاب كونسيماري بي دابور بي دابور بي دابور حاجه اخرى ما تسيكونتيش كما يقولوا في الحوم ما تسيكونتيش هذه اي جو طومبي امورو دو سيت فام جينيروز اكسترودينير اي دو ريبرتوار تاع سامي تاع تو لي شونتور كابيل دايوغ اشاك فوا كنغني العزيزه ومن بعد عاود عرفت دوك ماما يتغني العزيز دوك يتغني العزيز والعزيز القلب والعزاوز باسكو لي زونفون سي جي دو زونفون طفله الله يبارك ماسي لينا نجمه الله يبارك دوكو وي سامي جي ابري ا كونيتر اي دوكو ماما جابيت ا تيزيزو باسكو انا سكريف تيزي توت تي بارتي دون دون سا الوغ وي جو بونس كو لا شونسون تاع العزيزه راني نلعب نسمعها تو طون بار سامي اي تري بيان اون فا نكملوا نختموا اذا بهذه الاغنيه الاخران السؤال الاخراني الاخراني جديد جديد هشام مصباح هل هو راهو في مشاريع حاول يوجد حاجه واحده اخرى نو بور لو مومون نو بور لو مومون راهو اون بوز بوز اتونت اتونت دي بروبوزيسيون في فرنسا وي à ليون عندنا اون كومباني في ليون مع اسمها لا فيديراسيون اون جو كاتب ياسين لعبوا كاتب ياسين شوف نكمل بهذه وخلاص بس شوف تفضل تفضل المسرح سي ماجيك بديت لا كارير ابتي بو بكاتب ياسين بالجثه المتوقعه في المسرح التونسي لعبنا خلو كادافون سيركلي دو كاتب ياسين وكنت لاعب الاخضر كنت لاعب الاخضر لو بيرسوناج برينسيبال دو ليستواغ اللي هو شوف المراجع اللي هو الرول هذا 40 سنه من قبل كان يلعبو سيدي حمد قومي في الجزائر في مع مصطفى كاتب كان يلعب الاخضر وجا سيدي احمد كو جو سالو جا لتونس وشافني نلعب
20 سنة بعد 30 مشيت لفرنسا دروك راني في هاد لا كومباني. انا نلعب وكاتب ياسين وني نلعب بابات الاخضر لو باراتر. إيه علاش قلت لك هكذا التياتر لا كومباني صافي دير سيتك على المشاريع تاع راني اون بلان تورني افيك هاد لي سبيكتاك اون فرانس. انا طوندو ما نخمم على والو ما نعمرش راسي و... صديق تعيش يوم بيوم يوم بيوم كل نهار ورزقو كل نهار كل نهار ورزقو. جي با سي اون اوديسيون نروح نديرها اون فرانس في التياتر يا دي اوديسيون اوديسيون بور تيل بيرسوناج نروح للمسرح ندير دي اوديسيون كان الناس دي فوا تنجح بزاف دي فوا ما تنجحش دو تو اي لا تي ترمي اون كوز وتعاود من زيرو. شفت ما جبتهاش عم بالي انا فينالمون يقفز سي جوست كوم سا اون بيل هيستوار. اي جو ريميرسي بوكو ما بتيت فامي كي ما سوبورتي. تلقاش ان كوبل تلقاش اون فام ما تجيبلهاش قفا كل يوم انت سي ني با ارتيست دون لام. ست شهور ما عندك حتى دورو غير شهرين عندك شويه هكذا ومن بعد يروحوا تمتم. نو مي ان ايكيليب دو فورس دو كومبريونسيون التفاهم. قال جو تيم كون جو تو فوا ليكرون كون تو جو اوكي با مالا نعطيك سونس. هاكي 5 ملايين هاكي 5 ملايين دولار تاع الابداع اي سا سوفي بو ان بونور دان كوبل. هشام صباح شكرا جزيلا على حضورك حصة بروفايل وشكرا على الأسئلة هذه اللي جات من الأجوبة اللي جات من القلب. أنا أشكرك أشكرك على لو شوا دي زارتيست اللي هما يجيو لعندك. أشكرك بزاف لو شوا تري امبورطون ولا نحبوا نعاودوا نرجعوا للمراجع لي ريفيرونس جوست باش نعاودوا نبنيو لار تاعنا سور دي با سوليد. كمل أعرض الناس اللي عندهم دي شوز ا ديفوندر ماشي ا دير وتعاود تولي عندنا ان شاء الله هشام مصباح ا تري بيانتو ان شاء الله. شكرا جزيلا على متابعه هذه الحصه. نعطيكم طبعا موعد في العدد القادم اذا كنتوا حابين تشوفوا ولا تعاودوا تشوفوا هذا الحصه ما عليكم غير تروحوا الى الموقع الالكتروني تاع نيديا تي في ولا مواقعنا على التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب صفحاتنا تلقاو البودكاست تاع الحصه وتاع حصص واحد اخرين. تهلاو في روحتكم. الملتقى في العدد القادم. سلام. رجعتيني الحياة بعد ما الروح فنات. رجعتيني الحياة بعد ما الروح فنات. واللي فات مات ونروح معانا عزيزة. واللي فات مات ونروح معانا عزيزة.